يعني بنشأة الحمد لله رب العالمين كانت في مدينة الرفاع الشرقي، وبدأت الحفظ القرآن الكريم في مركز النور، مسجد النور، وبعدها انتقلت إلى مراكز أخرى، مركز شيخ خالد الفارسي ومركز ابن الجزري تحفيظ القرآن الكريم. طبعا في مرحلة قبل هذا كنت مع الوالد في البيت بداية حفظ القرآن. نعم، لله الحمد والمنة. في المدارس أيضا وكذا كان الاهتمام بالجانب القرآني، في سواء في الابتدائية مدرسة صلاح الدين، أو في الإعدادية مدرسة بالرشد، وفي الثانوية كان في المعهد الديني. والله كثر المشايخ، أذكر منهم الشيخ خالد المطوع رحمة الله عليه، وكان الشيخ ولد جناحي الله يحفظه ويبارك فيه، والشيخ محمد عتيق الصنوي، وعندنا أيضا الشيخ عبد الرزاق حطاب كان، والشيخ أحمد الأنصاري من المشايخ اللي بدأوا معنا في مركز التحفيظ. ممتاز. أي نعم. والشيخ محمود بهزات كان في مسجد النور ومساجد أخرى كذا، مشايخ كثر الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. والآن أيضا نقرأ على عدة مشايخ. الوالد من الصغر هو ما شاء الله حريص على حفظنا كتاب الله عز وجل، فكان لنا حلقة في المنزل، حلقة يومية لي أنا وإخواني. يعني لله الحمد يعني حفظت عليه أول الأجزاء في قصار السور، جزء عامة وجزء تبارك وقد سمع، تقريبا 5 أو 10 أجزاء مع الوالد، ثم انتقلنا لمراكز التحفيظ لله الحمد لله. أتممت حفظ القرآن في سن 15 أو 16 سنة تقريبا. كنا في دورة الدورة المكثفة لحفظ القرآن الكريم في مكة المكرمة، وكانت دورة لحفظ القرآن في 60 يوم، شهرين تقريبا، فأتممت فيها الحمد لله ما تبقى لي من الحفظ، وراجعت فيها ما تم حفظه مسبقا. كانت آخر السور سورة الإخلاص والمعوذتين لله الحمد. بدأنا من البقرة وانتهينا بالإخلاص ومعوذتين. طبعا أريد كنت حافظه من تمام. يعني جزء عام لا يخفى عليك إنه ما الجميع يكون حافظ يعني. والله لعله كان في صعوبة شوية في سورة النحل. سورة النحل. كان فيها شوية صعوبة. تقريبا كان فيها شوية صعوبة. لكن لله الحمد تيسرت يعني. تيسرت خاصة مع الأجواء القرآنية وأجواء حفظ القرآن في الحرم وكذا. والكل يحفظ والكل يقرأ. وتممت المعهد الديني دراسة إسلامية في المعهد الديني، وبعدين انتقلت إلى الدراسات الإسلامية في جامعة البحرين لله الحمد. أنا أعمل الآن في وزارة الشؤون الإسلامية هنا إمام جامع الفاتح. حلو. وخطيب جامع الشيخ ناصر بن حمد، وواعظ أيضا في وزارة العدل والشؤون الإسلامية. والله مسؤولية كبيرة وشرف أولا أني أرفع اسم البحرين بهذا الصرح الجميل، ومسؤولية كبيرة أنك يعني تحيي هذا المكان بالأنشطة وغيرها من الدورات الدعوية. وعندنا ما شاء الله جهود كبيرة في جامع الفاتح أصلا بالنسبة لغير المسلمين والزيارات اللي تكون يوميا. فعندنا مركز اكتشف الإسلام، وعندنا مركز الدعوة والإرشاد في جامع الفاتح، وعندنا أيضا لله الحمد الدروس اليومية في المسجد الحمد لله وفضله. يعني والله هذا ما هو بشيء غريب على جلالة الملك لله الحمد، دعم لأهل القرآن وللجهود القرآنية من المسابقة. يعني عندنا مسابقة سنوية باسم جلالته، وهذه دعم لجميع أهل القرآن، وكذلك عندنا معهد القراءات أمر جلالته بإقامة معهد القراءات في البحرين، وكذلك مصحف البحرين. فدعم جلالته للقرآن وأهل القرآن ما هو بشيء جديد عليه، وأي موهبة تظهر في البحرين لله الحمد هو يدعمها. فكان ثناؤه بمثابة يعني دعم كبير جدا لي ولكل أهل القرآن أن نثابر ونواصل هذا الجهد في كتاب الله عز وجل ودعم كتاب الله سبحانه وتعالى. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الحمد لله بعد مسابقة القارئ العالمي. كرمني جلالته الملك جزاه الله خير، وكرمني أيضا بوسام العمل الوطني، وهذا كان شرف كبير لي. كان بعد مسابقة القارئ العالمي حرصت فيها المركز الأول لله الحمد، وتم التكريم الحمد لله. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. والله أعمل إن شاء الله عز وجل أن أقرأ القرآن كما قرأت، فأدرس لله الحمد للقراءات، وأعمل إن شاء الله أن يكون عندنا هنا في الفاتح مقرأة إن شاء الله لإقراء القرآن الكريم بالسند الواصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الهدف. كما تعلمنا القرآن نعلمه إن شاء الله عز وجل. والله بدأنا مشروع القراءات، انتهيت الحمد لله من رواية حفص وكذلك قالون، ومستمرين الآن إن شاء الله عز وجل في ورش وغيرها من القراءات إن شاء الله. الوصية الأولى لأولياء الأمور قبل الأطفال، أولياء الأمور، أنك لا تهمل أبنائك في بداية العمر لحفظ كتاب الله عز وجل. لابد أنك تبحث لهم عن شيخ متقن محفظ يحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى، فيحفظ ينشأ من الصغر على الحفظ المتقن، على الحفظ الصحيح. نعم. ما يتعب بعدين. نعم. إذا تأسس صح ما يتعب بعدين. الحرص على الحفظ والمراجعة هذا شيء مهم جدا، والانتظام في ذلك أهم شيء، الانتظام. لأن القرآن ما هو مشروع يوم ولا يومين ولا شهر، القرآن مشروع عمر، وليس له عمر معين لا للكبار ولا للصغار. لكن في مرحلة الطفولة ثم مرحلة الشباب هذه تكون الذهن يكون فيها صافي، يكون فيها الحفظ أسرع، ويكون الحفظ أتقن فيها. فالحرص فيها حتى من الشباب أنك تبحث عن شيخ تحفظ على يديه، وتواصل مراجعة القرآن باستمرار كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التوقف عن المراجعة يعني نسيان الحفظ، ونسيان الحفظ فيه يعني وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أنك تثابر على مراجعة كتاب الله عز وجل، وتثابر على مراجعة القرآن. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الوسيلة أو خير وسيلة لمراجعة القرآن الكريم يكون بقيام الليل، تقرأه في قيام الليل ولو بمقدار بسيط، لكن هذا يساعدك على تثبيت القرآن، ويساعدك على مراجعة كتاب الله عز وجل وعدم نسيانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قليل دائم خير من كثير منقطع، فكل إنسان يعرف استطاعته وقدرته. ممكن شخص يحفظ 20 آية في اليوم، ممكن شخص يحفظ 10 آيات في اليوم، ممكن شخص يحفظ 5 آيات في اليوم، فأنت تنظر إلى مقدار الآيات المناسب لك حسب انشغالك، حسب دراستك، حسب وقتك، وتنظم لها وقت معين في اليوم وتستمر عليها مع قراءة التفسير قبل الحفظ، يعين جدا. التفسير قبل الحفظ. نعم نعم، لأن هذا يساعد على تثبيت المعنى وتثبيت الحفظ في الذهن. كذلك لما تعلم التفسير تعلم ماذا أمرك الله عز وجل في الآيات اللي أنت بتحفظها. نعم. فتعمل بها. نعم. يعني إما إذا حفظت القرآن فقط أنت زالت نسخة مثل ما يقول المشايخ. حفظ بفهم. حفظ بفهم بعمل. بعمل. وإلا زادت نسخة من القرآن. نعم. يعني مجرد الحفظ فقط زادت نسخة. إنما الحفظ المطلوب من الحفظ لأجل العمل. نعم. وأنت تحفظ القرآن وتفهمه لأجل أن تعمل بما فيه. نعم. فتضع لك مقدار معين من القرآن، وتقرأ تفسيره، وتسمع من الشيخ المتقن الذي تقرأ عليه القرآن تسمع، أو إذا ما توفر لك أحد من المشايخ تستطيع الآن الدخول على المصاحف القراء المتقنين، الشيخ الحصري، الشيخ المنشاوي، الشيخ عبد الباسط وغيره من القراء المتقنين، تسمع المقدار الذي ستحفظه بإذن الله عز وجل، وبعدين تحفظ على إتقان، وتستمر على هذا الشيء يوميا، وتراجع ما تم حفظه أسبوعيا أو مراجعة يومية على حسب ما تضع لك من خطة حفظ بإذن الله. والله أكثر المشايخ اللي أسمع لهم الشيخ المنشاوي والشيخ محمد أيوب. الشيخ المنشاوي والشيخ محمد أيوب. والشيخ محمد أيوب. حتى كيف التجويد أو؟ في التجويد في الشيخ محمد رفعت، الشيخ محمد عمران، الشيخ كامل البهتيمي، الشيخ محمود عبد الحكم. بالترتيب أكثر المشايخ الشيخ محمد أيوب والشيخ محمد خليل قارئ، الشيخ الشريم، الشيخ سعد الغامدي. والمشايخ كثر، والله ندعو الشباب بس إلى عدم التسرع في نشر المقاطع حتى يتثبت من صحتها على المشايخ، يعرض
تلاواته على الشيخ قبل أن ينشرها في وسائل التواصل، لأن هذه الظاهرة الآن يعني باتت منتشرة، نشر القرآن بدون تصحيحه على الشيخ قبل النشر، وهذا كلام الله عز وجل أولى من يعتنى به. ظاهرة تنتشر وضع العناوين البراقة ونشرها في وسائل التواصل، تلاوة كذا تلاوة كذا، التلاوة التي لم يسبق إليها أحد، الصوت الذي كذا، وتدخل تسمع المحتوى. نعم، فالمحتوى ضعيف جدا، ربما بدون تجويد، ربما بدون تصحيح، هناك أخطاء كثيرة، فهذا لا يكون مع كتاب الله عز وجل. هذا لا يكون مع كتاب، لابد أن تصحح وتعرض التلاوة على الشيخ، ثم إذا أجاز لك تنشرها تنشرها، ولا تستعجل في النشر يعني. والله الحمد لله رب العالمين، نحن صغيرة بالحجم لكن كبيرة بأفعالها، وحرص ولاة أمورها لله الحمد والمنة على النجاح في شتى المجالات، منها مجال القرآن الكريم. فدائما الدعم من سواء من وزارة الشؤون الإسلامية أو من سمو الشيخ ناصر بن حمد لشؤون الشباب، ودعم جلالة الملك أيضا لشؤون الشباب، فهذا كله يحفز الجميع للنجاح في شتى المجالات، ومنها مجال القرآن الكريم لله الحمد والمنة. في أغلب المساجد هناك مراكز تحفيظ، أيضا إلى جانب التحفيظ دراسة التجويد وصحة التلاوة، وعندنا لله الحمد عدة مسابقات يبادر الأهالي إليها لله الحمد، فأصبحت ثقافة القرآن الكريم منتشرة في كل ربوع المملكة لله الحمد. فطوال السنة تجد مسابقات سواء في القرآن سواء في الأذان سواء حتى في العلوم الشرعية لله الحمد موجود، فهذه جهود مباركة، أسأل الله عز وجل يعني يحفظ البحرين بها بأمر الله.